بسم الله الرحمن الرحيم. معانا خاصية تانية زي الكلاس اسمها اي دي، والاي دي هنا بيبقى حاجة ما بتتكررش وبنستخدمها زي كده. مفترض دلوقتي انت لو عملت زرار، لو انا عملت زرار هنا ماشي وكتبت له اسم نيو 1 وجيت اعمل له التاني ده برضه اسميه نيو 1، مش هيرضى يحفظه. ليه؟ لان ده ما ينفعش يتكرر. نفس الكلام بالنسبة لمين؟ للاي دي. انا عندي اتريبيوت اسمها اي دي او اسمها ستاتيك اي دي، اللي هي دي. انا هحط الكلاس ده ستاتيك اي دي وليكن مثلا اسمه تيست اي دي. خلاص تعال نشوفه، الاقي الزرار بتاعي خد حاجه اسمها اي دي. طب اترجمت فين؟ اهو حاجه اسمها اي دي اهي. لو انت ما كتبتهاش هو بيعملها من عنده عشوائي وبيعملها اوتوماتيك. ماشي يا جماعه. طيب انا حطيت الاي دي ده برضو محجوز له مكان في التمبلت. محجوز في التمبلت حاجه اسمها بوتون اي دي. هو بيستبدل البوتون اي دي ده بالكود اللي انت بتكتبه له اللي هو هنا. تمام، انت عملت الكود زي ما كنا عاملين كلاس، عملنا اي دي، بس بيعمل ايه؟ بيأثر في ايه؟ انا بقى برجع اكتب هنا او في اي مكان تاني، اكتب الكود بتاع الاي دي. ادي التست اي دي وخليت الكلر بتاعه جري، فتلاقي الشكل عامل كده. تعال نخليه بلاك او نخليه جرين. اهو الزرار جري، والاي دي يا جماعه بينكتب الطريقه بتاعته هاش وبعديها اسم الاي دي وبعدين الكود بتاعه زي ما احنا اتعلمنا في الكلاس. وبرده اقدر ادور على البروبرتي بتنكتب ازاي والكلاس بينكتب ازاي والاي دي بينكتب ازاي، وانا عرفت اباصيه جوه الابيكس ازاي. يبقى دورك ان انت تدور على كود بيعمل الكلام ده وخلاص. تمام يا جماعه، يبقى دي فكره الاي دي. عرفنا بتترجم ازاي، عرفنا بنكتب الكود بتاعها ازاي، وعرفنا البروبيرتي بتاعته اللي اسمها ستاتيك اي دي بوصلها قيمه ازاي. تمام كده يا جماعه، نتقابل ان شاء الله في دروس قادمه. سلام عليكم.